السلام عليكم، اهلا وسهلا. اليوم نهار جديد صراحه، كان الجو زوين واستغليناه جينا لهذا البارك. كيف ما كتشوفوا الحراره الحمد لله، واخا الجو كيتغير ولكن ملي كتجي الشمس نبغوا نستافدوا منها. والحمد لله الحجر الصحي يعني ما بقاش في الاول، مسموح لينا ندوسوا هكا في الحدائق، غير يكون احترام المسافة القانونية ما بين كل شخص. صراحة احنا مدة ما خرجناش، هذاك النهار كانت الشمس وكان البارك يعني عامر، غير هي كيف ما قلت لكم الناس محترمة المسافة، كيبغوا هكا يستافدوا من هاد الشمس لان الجو بسرعه كيتغير، ممكن من الحراره يتقلب الجو شتاء عادي جدا. كتسمعوا الجو عندنا حنا، شوفوا كيفاش داير الشتاء. نزلت شتا كتيرة، الله يطالينا على قد النفع يا رب العالمين. انا كنصور غير من الدار، سبحان الله الجو كيتقلب بسرعة. يعني اليوم رغم أنه الصبح كان الجو معتدل شوية، ما كانش هاد الشتاء هكا، ولكن تقريبا من 3 حتى لدابا بدات بحال أول يوم في فصل الشتاء. الجو هكا في الحقيقة زوين، أنا كيعجبني، ولكن ضروري من الشمس الإنسان يستافد منها من الفيتامين ديالها. خديت هاد الصور وهاد الفيديوهات وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم، تشوفوا تقلبات الجو كيفاش، يعني كل نهار كي نعيشوا فيه مختلف الفصول. تقريبا هنا كانت الساعة 5:30 ديال العشية، وهذا نهار جديد. شوفوا معايا الجو كيفاش كان ضبابي الصراحة، واعر واعر بزاف بزاف. نتمنى هاد اللقطات اللي شاركت معكم تكون عجباتكم، حاولت نقول لكم يعني ولو لمحة قصيرة من تقلبات الجو عندنا، يعني مرة شتاء مرة حرارة مرة ضباب مرة برد، يعني كل نهار نهاره. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على الدعم، ما تنساوش تخلوا لي الإعجاب ديالكم إلى عجبكم هذا الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه، مع السلامة.